وداعا للطلاق والانفصال، وداعا للمشاكل الزوجية والخلافات العائلية. انسي المشاكل والخناقات، انسي النكد والبلاغات، مفيش زعل ولا عياط. مرحبا بالعريس الشقي وراحة البال، عرض جديد من الشركة النجعوية الوهمية اللي هيحقق لكل زوجة أملها في الحياة. اطلبي عريسك الشقي وتمتعي بضمان مدى الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في شركة النجعوية الوهمية. النهاردة يا جماعة معانا عرض العروض، عرض جامد جدا جدا هيقدمه لكم زميلي وحش الوحوش حاول أوفرز دولفين الماركتينج الاستاذ خميس ابو الباشا. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، زي ما قال زميلي النهارده معانا عرض قوي جدا 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 وهو العريس الشقي. ايه العريس الشقي؟ العريس الشقي، العريس الشقي، هو العريس الشقي. العريس الشقي هو افضل عريس للعروسه وكمان لاهل العروسه. كل بنت بتحلم بعريس لقطه ما يتعيبش، النهارده هيتحقق حلم كل شابه وكل فتاه. معانا عرض خاص، تعالوا معنا نشوف سوا مميزات العريس الشقي. أستاذ جمعة الشحات، يا ريت تكلمنا عن أول ميزة معنا في العريس الشقي. أول ميزة معنا يا جماعة في عريسنا الشقي إنه هو عاقل ورزين، مستحيل تمسكيه في وضع أهبل أو تلاقيه بيعمل حاجة عبيطة، دايما متمسك برجولته ومظهره الوقور. بس كده؟ أكيد لأ طبعا. ما تيجوا نشوف. من اكتر المشاكل اللي بتقابل الستات مع ازواجها اليومين دول يا جماعه مشكله الخرس الزوجي. عريسنا مش بس ما بيسكتش، ده كفايه صوته الملائكي غنى ولا احلى ولا اروع من كده، ده كفايه احساسه في الاغنيه. كان طبعه قاسي لكنه برضو كان جدع. احكي لنا بقى شوية عن رومانسية العريس الشقي. الرومانسية يا جماعة، اكلمكم عن الرومانسية. مفيش ست طبعا ما بتحبش الرومانسية والدلع. مع عريسنا الشقي الرومانسية ولا احلى ولا اروع من كده، رومانسية من المستوى الرابع. طيب اخبار بقى الخمور والسجاير ايه مع العريس الشقي؟ نتكلم بقى. عرفنا الشاي يا جماعة عمره ما حط سجارة في بقه في الدايرة البيضة يعني، وعمره ما شرب كاس. انا في الليمونيا ايه هنبكي عليه، اموت في الكوريا ليلي ونهار يا باي، اسأس كابوريا اسأس كابوريا لو اسأسوني اسأس ايه. هتيجي واحدة من العملاء تقول لنا عريس بالمواصفات دي اكيد له ماضي، نقول لها ايه؟ انسي. نرد نقول لها ايه؟ انسي. عريسنا الشقي يا جماعة صاحب انضف ماضي نسائي، عمره ما عرف بنت محترم لأقصى درجة، دايما خجول ووشه في الارض. ادب يا جماعة. نحب نعرف عريسنا الشقي بيشتغلوا كسيب ولا هيكسفنا؟ هرد عليكم وبالدليل. عريسنا الشقي يا جماعة فييس ومنظف 7 في منشأة البكري، رجل أعمال بالفطرة، السيجار ما بيفارقش ايديه، فاضل له 5 جنيه ويبقى سريع عربي. طب بالنسبة بقى للرياضة، صحته تمام ولا مخستعة؟ لا الصحة بومب وزي الفل، رياضي من الدرجة الأولى، حاصل على كل الميداليات في رياضة مراجيح مولد النبي، ولا عم الترعة بقى ما أقولكيش، بياخد الترعة في دراع واحد. شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر، صوتك بيعصر في قلبي عصر، خدي بإيدي وامشي معايا، خدي بإيدي وامشي معايا، نعدي مصر ندخل في مصر، نعدي مصر ندخل في نصر، شايلك في قلبي يا مصر، شايلك في قلبي يا مصر، شايلك في قلبي يا مصر. صحيح
طبيعي الراجل ما يعيبوش اللي جيبه، بس عرسنا ايه يا جماعه؟ عرسنا الشاي قمر 14، جمال ايه وشعر ايه؟ نقدر نقول ان فلسفته في شعره غزاره في الانتاج بس في ذوق في التوزيع. استاذ خميس، العرض اللي معانا بتاع العريس الشقي اخبار شجاعته ايه؟ لا يا استاذ جمعه، الراجل راجل برضو، عريسنا الشقي شجاعه منقطعه النظير، حسم وحزم، نظرات ناريه ثاقبه، ده حتى جريء جدا في دخول الحمام. ايه يا عم؟ من اهم المشاكل اللي بتقابل العرسان هي الشخير. يا ترى بقى عريسنا الشقي بيشخر؟ لا يا استاذ خميس، عريسنا الشقي بقى قدرنا نخلي شخيره في اطار موسيقي هادئ، كانك نايمه ما بين عصفور او كروان. وفي النهاية عزيزتي العروسة، اتصلي بينا حالا واطلبي عريسك الشاي عشان تنعمي بحياة زوجية سعيدة ومستقرة. عرض خاص، عريسنا الشاي كمان لما تاخديه هتاخدي عليه 7 علب بلاستيك بيدخلوا الميكروويف. مش بس كده، لو اتصلتي النهاردة هنضمن لك عدد 2 اطفال ان شاء الله، واحد عيني خضرة والتاني نوعدك انه مش هيبقى اصلع لما يكبر. هنبعت كمان كتالوجات فيها كيفية الاستخدام مع توضيح تفصيلي بالرسم والصور. اتصلي الآن على 366-626 عشان تحصلي على عريسك الشقي. في النهاية نحب نشكر الجميع ونتمنى زواج سعيد للعروسين، وألف ألف مبروك. برتب كلامي وعيد مرتين.